بسم الله الرحمن الرحيم. Our lecture today is about symptoms and signs of hepatitis or liver cirrhosis. How to take a history from the patient and steps of clinical examination. At the end of this presentation, you should be able to make a provisional clinical diagnosis of a case of hepatitis or liver cirrhosis. المفروض ان احنا لما ناخد history ونعرف الستيبس بتاعت الاكزامينيشن ونعملها صح، في الآخر هنبقى عارفين نعمل تشخيص كلينيكي مبدئي للمريض. ايه فايدة ان انا اخد هيستوري من العيان واعمل اكزامينيشن صح؟ ان انا اشخص بدري لو في life threatening disease، وفي نفس الوقت اقدر اعمل referral للبيشنت واعمل good management. طيب، عشان نعرف symptoms and signs of hepatitis and liver cirrhosis لازم نعرف ايه هي الـ main causes of hepatitis. The five primary hepatitis viruses that had been identified: virus A, B, C, D or Delta and E. الخمس فيروسات دول أشهر فيروسات بتسبب التهاب كبدي، بنسميها hepatotropic viruses، يعني خاصة بالinfection of the liver only. طيب، هل في فيروسات تانية ممكن تعمل هيباتيتس but not specific to the liver؟ في عندنا السيتوميجالو فيروس والإبشتاين بار فيروس. الفيروسات دي ممكن تعمل هيباتيتس as a part of systemic infection، وبنسميها non-hepatotropic viruses. طيب، في حاجة غير الفيروسات بتعمل التهاب كبدي؟ أيوة، في عندنا certain drugs أو toxins أو autoimmune diseases أو autoimmune hepatitis و الويلسون ديزيز. الويلسون ديزيز ده عبارة عن defective copper metabolism lead to deposition of copper in the hepatic parenchyma. دول ممكن يعملوا لي acute or chronic hepatitis. طيب، بالنسبة للفيرال هيباتيتس كلهم بيعملوا، ممكن يعملوا acute hepatitis، ولكن اللي بتحول لchronic form منهم virus B و C و D only، وغالبا الفيروس دي بيبقى كو انفكشن مع ال HBV. طيب، ازاي هنفرق الاكيوت من الكرونيك هيباتيتس؟ الاكيوت هيباتيتس can last from few weeks to 6 months and often accompanied with jaundice. لكن لو زادت الفتره او السيمتومز اوف ساينز اوف هيباتيتس عن 6 شهور بنسميها كرونيك هيباتيتس. غالبا الاكيوت هيباتيتس بيبقى يحصل معاه جوندس وأنوركسيا وماليز ودارك يورين وفيفر ومايلد أبدومينال بين. الكرونيك هيباتيتس غالبا بيبقى أسيمتوماتيك. The patient may complain of fatigue. طيب، إمتى العيان اللي عنده كرونيك هيباتيتس تظهر عليه أعراض تانية؟ لو دخل في Advanced Liver Disease، ساعتها ممكن ألاقي فيه أسايتس، ألاقي فيه Variceal Bleeding، Hepatic Encephalopathy. ده دياجرام بيوضح شكل الهيلثي ليفر وايه الفرق بينه وبين الفايبروتيك والسيروتيك ليفر والليفر كانسر او الهيباتوسيلولار كارسينوما. زي ما احنا شايفين الهيلثي ليفر بتبقى الكبسول بتاعته سموث جليسنينج، لما بيتحول لفايبروزس بيبقى بالمنظر ده. الادفانسد فايبروزس بيحول الليفر لسيروتيك ليفر، ولو حصل نيوبلازمز او مالجنسز بيحصل هيباتوسيلولار كارسينوما. طيب، ايه بقى الكلينيكال ابروتش فور دايجنوزيس اوف ا كيس اوف ليفر ديزيز؟ في عندنا 3 ستيبس ان دايجنوزيس. اول ستيب الهيستوري تيكينج، تاني ستيب الفيزيكال اكزامينشن، ودول هنتكلم عنهم ان شاء الله. ثالث ستيب الانفستيجيشنز، ودي ليها محاضره لوحدها. الهيستوري تيكينج يعني عيان جاي لي، ايه الحاجات اللي انا هساله عليها عشان اوصل للتشخيص في الاخر؟ في عندنا 7 points about history taking. أول حاجة الـ personal history، ودي جمعناها في اسم ناس أمرا. الـ N denote to the name of the patient، الـ A denote to the age of the patient، الـ S the sex of the patient، الـ O الـ occupation. ليه الـ occupation والـ name والـ age والـ sex مهمين؟ لأن في أمراض عندنا في الميلز غير الفيميلز. في أمراض بتبقى في الفارمرز بيبقى مور كومن معاهم ان انا الاقي فيه بالهارزيزس او انا الاقي فيه هيباتيتس سي فيروسز.
الماريتال ستيتس الام، عشان الادفانسد ليفر ديزيز بيأثر على الفيرتيليتي سواء ميل او فيميل. الريزيدنس عشان البيشنت تفرق معايا ان هو من اربان اريا ولا من رورال اريا. والاتش اللي هي السبيشال هابتس اوف ميديكال امبورتانس، لان في ديزيز اسمه الالكوهوليك ليفر ديزيز مع الالكوهول ادكشن. تاني بوينتس المنسترال هيستوري فور فيميل، زي ما احنا قلنا عشان نعرف اذا كان الفيرتيليتي اوف ذا بيشنت حصل لها افكشن مع الليفر ديزيز ولا لا. تالت حاجه البيشنت كومبلين، والبيشنت كومبلين هي شكوى المريض. ايه الحاجه the most distressing symptom for the patient، ايه الحاجه اللي العيان بيشتكي منها؟ يا مثلا عيان جاي بيشتكي من vomiting of blood، عيان بيشتكي من abdominal pain، دي بنسميها البيشنت كومبلين. بعد كده نتنقل على ال history of present illness. يعني ايه history of present illness؟ ان انا بعمل analysis للكومبلين بتاع البيشنت وبعمل analysis لل other systems of the body عشان اوصل ل differential diagnosis of the case. بعد كده ال past history، ولازم اخد التاريخ السابق للمريض من اي دراج كان ماشي عليه او ماشي عليه حاليا، اي operation كان عملها، اي diseases قبل كده كان بيتعالج منه، كان او مازال بيتعالج منه زي الدايابيتس، الهايبرتنشن، البلهارزيزيس او تي بي، هل حصل بلاد ترانسفيوجن قبل كده، هل حصل بريفيوس هوسبيتال ادميشن قبل كده ولا لا. سادس حاجه الفاميلي هيستوري، ده طبعا عشان في بعض الديزيزز الخاصه بالليفر بتبقى جينيتك اور ران ان فاميليز، اند هيستوري اوف كونسانجوينتي، اند لاستلي ذا ترافلنج هيستوري عشان لو البيشنت ده سافر ل a country of endemic of hepatitis او عشان اوصل لديفرنشال دياجنوز اوف اذر ديزيزز. يهمني وانا بسال على الدراج هيستوري اعرف ايه الكرنت او الفورمر بريسكرايب ميديكيشن، وكمان لو في اي هيربال ميديكيشنز او هيربال بريبريشن كان ماشي عليها، او لو في دراج ابيوز زي اللاكساتيف او الستيرويدز والالكحول والسموكينج. About 30% of patients with drug-induced liver injury show cholestatic serum enzyme pattern. يعني حوالي تلت العينين اللي بيجوا بdrug-induced liver injury ممكن يقولي بجوندس. برضو لازم أخد الhistory of antibiotics وخاصة الأموكسيسيلين كلافولينيك أو السلفا والأنابوليك ستيرويد والأزاثيورين عشان دي بتأثر على الليفر. طيب إحنا دلوقتي خدنا البيرسونال هيستوري والـ patient قال الكومبلين بتاعته، عايزين نعمل بقى analysis of the complaint. عشان نعمل analysis of the complaint محتاجين ان احنا نتكلم على اربع نقاط. اول حاجة الـ upper GIT symptoms، الـ lower GIT symptoms، الـ hepatobiliary symptoms and general constitutional symptoms. الـ upper GIT symptoms عملناها باللون الاحمر عشان اهم حاجة فيها الـ hematemesis. اللور جي اي تي سيمتومز عملناها باللون الاسود عشان اهم حاجه فيها الميلينا، والهباتوبيلاري عملناها باللون الاخضر عشان ما ننساهاش، والجنرال كونستيتيوشن مانيفيستاشن عملناها باللون الاصفر عشان بنسيبها دايما للاخر وساعات بننساها. طيب هنبدا بالابر جي اي تي سيمتومز، هنتكلم على الهيماتيمسيس، النوزيا والفوميتنج، الديسبيبسيا، الهارت بيرن، والابدومينال بين. الابدومينال بين تنفع كأبر جي اي او لور جي اي، ولكننا حطيناها مع الأبر جي اي عشان ما ننساهاش. طيب لما يجي لي عيان complaining of hematemesis ايه الحاجات اللي اساله عنها؟ الاناليسيس اوف hematemesis اول حاجه بسال عنها الاماونت. الاماونت بنساله الكميه الدم اللي انت رجعتها دي تملى كام كوبايه، وده دينوت السيفيريتي عشان اعرف هل هي مايلد اتاك ولا سيفير اتاك. تاني حاجة الفريكونسي، حصلت كم مرة. الكالر اوف هيماتيمسيس، هل هو فريش بريد ان كالر ولا كافي جراوند ان كالر. طب ايه الفرق بين الاتنين؟ غالبا الماسيف اتاك بتبقى فريش بريد ريد، لكن لو الاتاك مايلد بيحصل اسيد بيبسين دايجستشن للبلد وبتتحول لونه الى الكافي جراوند. بعد كده بسأل على الكونتينتس، هل هي ميكسد ويز فود بارتيكلز ولا لأ. طب ليه؟ عشان افرقها عن حاجه اسمها مالوري ويستير. ايه المالوري ويستير ده؟ ده عباره عن تير بيحصل في الاسوفجس ديو تو سيفير فوميتنج. العيان يقول لك انا برجع اكل عادي، في نهايه الترجيع ممكن يحصل نقطتين ثلاثة دم. دي تفرق عن ان الدم يكون ميكسد وذ ذا فود بارتيكلز.
بعد كده بسأل على الكونسيستنسي، هل هو فروثي اور نوت. طب ليه؟ عشان لو هو فروثي اشك ان ده مش هيماتيمسيس، ان ده هيموبسيس وجاي معاه سبيوتم او كافينج اوف بلاد. بسأل برضو على البريسيدنج فاكتورز، هل قبل ما يحصل هيماتيمسيس كان فيه هيستوري اوف دراج انتيك، بالذات النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز عشان هي تعتبر بريسيبتيتنج فاكتور للجي اي تي بليدنج، هل بريسيدد باي كاف او اكسبكتوريشن ولا لا. اخر حاجه هسأل هل الهيماتيمسيس ده كان اسوشيتد مع ميلينا ولا لا، وغالبا بيبقى اسوشيتد معاه ميلينا. The ligament of Treitz, it is a band of a smooth muscle extending from the junction of duodenum to the right crest of the diaphragm and function as a suspensory ligament زي ما هو واضح في الصورة. دي صورة بتوضح الاتيولوجي of hematemesis في مريض الليفر سيل فيلير. بيحصل معاه بورتال، حاجة اسمها بورتال هايبرتنشن. بورتال هايبرتنشن يعني ارتفاع الضغط في الوريد البابي. لما ضغط الدم بيرتفع في الوريد البابي بيبدأ الدم يدور على سايد واي شانلز بنسميها البورتو سيستميك كولاترالز عشان يصرف الضغط الزيادة ده. من ضمن السايدز اوف بورتو سيستميك كولاترالز الاسوفجيال فينز. الاسوفجيال فينز تبقى انجورجت ويز بلاد، لو حصل لها اي تروما بتبدأ يحصل لها بليدنج زي ما احنا شايفين في الصورة دي، بنسميها بليدنج اسوفجيال فارسز. الديسبيبسيا عبارة عن upper abdominal or lower chest discomfort or pain related to eating. طيب العين بيقول ايه؟ بشتكي من burning pain او heaviness او dull aching pain accompanied with symptoms like nausea and vomiting or fullness in the upper abdomen or belching. طيب الديسبيبسيا لما اجي اعمل لها analysis هتكلم على الonset بتاعها، هل هي acute onset ولا gradual onset، الكورس بتاعها progressive ولا intermittent، الديوريشن قعدت مع قد ايه، الريليشن تو تايم اوف فود يعني بتحصل بعد الاكل على طول ولا بتاخد وقت، عشان بعض حالات الجاستريك ألسر بتبقى within half an hour of eating، لو حصلت بعدها مثلا 1 hour او 2 hours غالبا بتبقى حالات الديودينايتس او الديودينال ألسر. الريليشن للتايب اوف فود، هل هي بتحصل لكل انواع الفود ولا السبايسي فود او الفاتي فود، لو حصلت مع الفاتي فود غالبا دي سببها بيلري كوزس، والاماونت اوف فود لان العيان اللي عنده بورتال هايبرتنشن بيبقى عنده ديسبيبسيا تو ذا سمول اماونت او اني تايب اوف اماونت اوف فود. بعد كده بسال على الريليشن تو بوستشر، هل هي بتزيد اون لاينج فلات اسوشيتد مثلا ويز ريفلكس اور نوت. ايه هي الريليفنج فاكتورز اللي بتحصل معاه؟ هل لما العيان يحصل له فوميتنج بيستريح ولا لما بياخد انتاسيدز ولا بياخد انتي سبازموتكس؟ لو بيحصل له فوميتنج بيستريح يبقى معناها ان في ده جاستريك ليجن او في بيبتيك ألسر. لو بيستريح بالانتاسيدز ممكن اشك ان العيان ده عنده جيرد او عنده ريفلكس. بعد كده هنتكلم على النوزيا. النوزيا بتعرفها ايه؟ it is feeling of being about to vomit. Acute nausea is usually accompanied with hypersalivation. طب ايه اسباب النوزيا؟ عامة distension of hollow viscera بيسبب لي نوزيا. في اسباب تانية زي labyrinthine stimulation او motion thickness، وبرضو حالات السيفير somatic pain ممكن تؤدي الى يحصل نوزيا. Some drugs especially opiates and those used for chemotherapy for malignant conditions. بالنسبة لعين الليفر سيل فيلير لما بيحصل له portal hypertension بيحصل congestion في الفيسرا وممكن يشتكي من نوزيا. بعد كده عندنا الفوميتنج. It is a forcible ejection of gastric content through the mouth by coordinated contraction of abdominal and gastric muscle with relaxation of the lower esophageal sphincter. ممكن يحصل في حالات الأكيوت هيباتيتس، حالات البيبتيك ألسر، حالات الديليد جاستريك امتنج او البايلوريك ستينوزس، او في انستينال اوبستراكشن او ادفانسد جاستريك كانسر. في اسباب كتيره للفوميتنج برضو ممكن تشمل البيلاري ديس اوردرز او جول ستونز، الاكيوت بانكرياتيتس اند انكريزد انترا كرينيال بريشر، ودي بيبقى الفوميتنج كاركترستيك ان هو ايفورتليس وبروجكتايل اند نوت بريسيدد ويز نوزيا. طيب اما اجي اعمل اناليسز للفوميتنج هسال على ايه؟ الفريكوينسي، حصل كم مره،
الكالر بتاعه، هل هو بايل ستيند او فيكولنت، هتفرق معايا في ايه؟ لان غالبا لو العيان بيجيب فيكولنت فوميتنج يبقى ده اشك في انتستينال اوبستراكشن. الكونتنتس بتاعته هل معاه digested or undigested particles عشان لو في dyspepsia او indigestion. هل الفوميتنج ده spontaneous ولا self induced، يعني العيان بيرجع لوحده ولا بيحط ايده في بقه عشان يرجع. غالبا حالات الجاسترايتس والجاستريك ألسر بيبقى self induced لان العيان بيحس بارتياح بعد ما بيحصل فوميتنج. هل الفوميتنج ده preceded by nausea ولا لا، ودي عشان قلنا نفرقه ما بين ال causes of increased intracranial pressure عشان بيبقى الفوميتنج فيها not preceded by nausea، هل هو projectile or not، and the relation to meal، is vomiting relieving the pain or not. بعد كده هنتكلم على heart pair، وده عبارة عن lower retrosternal or gastric pain that radiates upwards and commonly occurs 1 or 2 hours after meal. يقول العيان مشتكي يقولك أنا حاسس بحرقان في صدري أو حرقان في فم المعدة. إيه الحاجات اللي بتزوده؟ ممكن يكون precipitated by heavy physical work أو bending forward and lying down, and it is a characteristic of relieved by ingestion of antacids. ده بيحصل مع حالات الجرد أو هي الجاسترو إسوفجيال ريفلكس ديزيز. مريض الكرونيك ليفر ديزيز لما بيحصل معاه ماركت أسايتس بيحصل سيفير ديستنشن الأبدومين، ممكن تضغط على الاستومك ويحصل سام سورت أوف هارت بيرن أو جيرد. بعد كده عندنا الهاليتوزيس. الهاليتوزيس ده عبارة عن باد ماوث أودر ذات أوكير ويز ليفر سيل فيلير، وبنسميها فيتر هيباتيكاس. ممكن يحصل في حالات تانية، ممكن يحصل في certain gastric infections أو GERD أو foreign body ingestion or dry mouth or poor dental hygiene. معانا بعد كده البلشنج أو الإيراكتيشن. It is a normal process of releasing air through the mouth but may be excessive due to certain food زي الكربونيتد beverage أو medication زي اللاكتيلوز أو certain diseases زي الجرد والجاسترايتس. هنتنقل بعد كده للأبدومينال بين، والأناليسيس أوف أبدومينال بين بيشمل الأونست بتاعه، هل هو أكيوت أونست ولا جراديوال أونست، الكورس بتاعه هل هو بروجريسيف ولا ريجريسيف ولا انترميتنت، الديوريشن قعد قد إيه مع العيان، السايت بتاعه ودي ليها صورة هنشوفها بعد كده، الكاركتر بتاعته هل هو ضل ايكينج او ولا ستيتشنج ولا ستابنج. بعد كده السايت اوف راديشن، هل بيسمع في حته تانية ولا لا، يعني مثلا عندنا البين بتاع اليورولوجيكال سيستم بيبقى فروم لاين تو جروين، البين اوف جاينيكولوجيكال سيستم بيبقى فروم ذا باك اور ذا ثاي، البين اوف كوليسيستايتس بيبقى غالبا راديتد للشولدر تيب. بعد كده بسأل هل البين ده associated with meal ولا لأ عشان أعرف معاه dyspepsia ولا لأ، إيه الحاجات اللي بتزوده وإيه الحاجات اللي بتقلله، هل بيزيد بحركة معينة بالcuffing بالinspiration بالspine position، إيه الحاجات اللي بتقلله، هل بيقل by leaning forward ودي characteristic في البين of pancreatitis، هل بيقل بالexpiration أو بالfasting. ممكن برضو العيان of liver cell failure يشتكي من diffuse abdominal pain بسبب inflammation of the abdomen بنسميه spontaneous bacterial peritonitis. ممكن يحصل severe pain without symptoms without physical signs and normal blood tests زي في حالات المزنتريك vascular occlusion، لو في thrombosis بيقفل المزنتريك vessels ممكن العيان ده يجيب severe abdominal pain. ده دياجرام بيوضح الاناتوميكال سايتس اللي ممكن يشتكي منها العيان. عندنا مثلا لو عيان جاي بهباتوميجالي او اكيوت هيباتايتس ممكن يشتكي من رايت هايبوكوندريال بين، لو عيان جاي بسبلينوميجالي ممكن يشتكي من ليفت هايبوكوندريال بين، لو عيان دي كومبنسيتد ليفر سيروزس وجايبه اسايتس والاسايتس دي فيها انفكشن ممكن يشتكي بديفيوز ابدومينال بين اوف سبونتينيوس باكتيريال بيريتونايتس. بعد كده هنتكلم على اللور انتستينال سيمتومز، ودي عملناها باللون الاسود عشان اهم سيمتوم فيها الميلينا.
في تاني غير الميلينا؟ ممكن العيان يجي ببليدنج بالريكتم او هيماتوكيزيا، ممكن يكون في بلوتينج او فلاتولانس، ممكن يجي بكونستيبيشن، ممكن يجي بدايريا، ستياتوريا، ديزنتري او تينسموس. الميلينا it is passage of plaque tarry stool and may occur with or without hematemesis. الهيماتوكيزيا اللي هي البليدنج بالريكتم بيبقى غالبا bright red in color and usually flow from the lower intestinal tract. الاناليسيس بتاع الهيماتوكيزيا بسأل على الاماونت which indicate the severity of bleeding, the frequency in relation to defecation. هل هو before defecation زي في حالات الانال فيشر or mixed with stool زي في حالات الكارسينوما or neoplasms او terminal after defecation زي في حالات البايلز. البلوتينج بقى when the GIT tract is filled with air or gases, most people describe bloating as feeling fullness or tightness or distension of the abdomen. الفلاتولنس it is excessive gas in the intestinal tract and the flatus expelled through the anus. بعد كده عندنا constipation. The definition بتاع constipation هو passing stool less often than normal and usually with difficulty. النورمال ممكن يكون من 2 to 3 motions per day to 2 to 3 motions per week and it differ from one individual to another. بعد كده ممكن العيان يشتكي بدايريا، ودي ممكن تحصل في عيان الليفر سيل فيلير اللي بياخد لاكتيلوز كجزء من المانجمنت اوف هيباتيك انكفالوباثي. الدايريا is passage of loose watery stool more frequent than the usual habit of the patient. معلومة نبقى عارفينها، ايه الفرق بين الأكيوت دايرية والكرونيك دايرية؟ لو أقل من 14 يوم بسميها أكيوت دايرية، لو أكتر من شهر بسميها كرونيك دايرية، ما بين 14 ل 30 يوم بسميها persistent دايرية. بعد كده في سب تايبس من الدايرية، الاستياتورية والديزنتري. الاستياتورية هي presence of excessive fat في الستول، ودي بتحصل مع حالات الفات malabsorption أو في حالات الكوليستيزيس، عشان لما بيحصل كوليستيزيس البايل ما بتخرجش، ما بيحصلش دايجيشن للفات، وبالتالي الستول بيبقى فاتي، فاتي ستول. أما الديزنتري فهو البلادي دايريا، وبتحصل في حالات الانفكشن. بعد كده التينسموس it is a feeling that you need to pass stool even your bowels is usually empty. بتعريف آخر ليها اللي هي sense of incomplete evacuation of bowel. بعد كده هنتنقل على الهيباتوبيلاري سيمتومز، دي عملناها باللون الاخضر عشان ما ننساهاش، واشهر حاجه فيها الجوندس، الهيباتيك انفالوباثي، الاسايتس، اللور ليمبس ايديما، والبليدنج تيندنسي. الجوندس it is yellow discoloration of the skin and sclera or mucous membrane due to hyperbilirubinemia. طبعا هي لها اسباب كتير جدا، بنقسمها الى pre hepatic causes, intra hepatic causes and post hepatic causes. ده اللون اللي بنشوفه في السكليرا في العيان الجوندست. الدياجرام ده بيوضح لنا ايه هي types of jaundice، pre hepatic و hepatic و post hepatic. زي ما احنا قلنا في definition of jaundice ان هي hyperbilirubinemia، يبقى عارفين ان البيلروبين ده عبارة عن الناتج destruction of hemoglobin. الهيموجلوبين الموجود في RBCs بعد ما بيتكسر بيطلع لنا البيلروبين. البيلروبين ده الليفر بيعمل له ابتيك، وبعدين بيعمل له كونجيوجيشن، وبعدين بيعمل له اكسكريشن في البيليري تراكت. يبقى اذا البري هيباتيك كوزز هي اي اسباب هتزود الدستركشن اوف ار بي سيز، زي حالات الترانسفيوجن رياكشن او سيكل سيل انيميا والثلاسيميا والاوتو اميون ديزيزز اللي بتعمل هيموليتيك انيمياز. تاني حاجة الهيباتيك كوزز، أي حاجة هتأثر على الفانكشن اوف ذا ليفر هتقلل من قدرتها على إن هي تعمل conjugation and excretion للبيلروبين، زي حالات الهيباتيتس، الكانسر، السيروزس، الكونجنتال disorders or certain drugs هتسبب لي هيباتيك جوندس. بعد ما الليفر ما بيعمل conjugation للبيلروبين وبيفرزه في البيلري تراكت، بينزله في البيلري راديكلز، يبقى أي obstruction في البيلري تراكت هتعمل post hepatic jaundice، زي حالات الجول ستون، الانفلاميشن، التيومرز، او اي passage block the passage of flow of bile into the intestine.
بعد كده هنعمل analysis للجوندس، الأنست بتاعها هل هي sudden onset ولا acute onset ولا insidious onset، والكورس بتاعها هل هي progressive ولا regressive، والduration قعدت قد ايه مع العيان. وهنسأل برضو على هل حصل change the color of urine and stool ولا لا. غالبا البريهيباتيك جوندس اللي بيبقى معاها هيموليسيس بيبقى اليورين نورمال والستول بيبقى دارك. حالات البوست هيباتيك جوندس غالبا اليورين بيبقى دارك والستول بيبقى كلي اور فينت. حالات الهيباتوكس او الهيباتوسيلولار جوندس بيبقى فاريبل كالر. برضه بنسال على البري مونيتورنج سيمتومز، يعني لو العيان ده معاه اسوشيتد او بيلري ديسبيبسيا غالبا اشك في حاجه كالكولر. لو معاه فيفر ونوزيا وفومتنج وماليز اشك في حاله هيباتايتس. لو معاه كاشيكسيا او لوس اوف ويت غالبا ممكن يبقى معاه مالجنسي. لو جاي ببروريتس قبل الجوندس غالبا بيبقى برايمري بيلاري كولانجايتس. برضو بسأل على الفايف بي، ايه هما الفايف بي؟ البين والبالور والبايريكسيا والبروريتس والبليدنج تندنسي. البين هل الجوندس دي كان معاها بيلاري كوريك ولا معاها بكتيرياتيك بين ولا معاها لوين بين ولا معاها ضل هيبوكوندريان بين؟ كان معاها بالور ولا لا؟ عشان في حالات الهيموليسيس او البري هيباتيك جوندس بيبقى معاها انيميا. برضو بسال على البايركسيا عشان بيحصل فيفر مع عيانين الفيرال هيباتايتس والكولانجايتس وفي بعض حالات الهيموليتيك كرايسيس. برضو بسال على البروريتس عشان الكوليستيزيس او البرايمري بيلاري كولانجايتس. البليدنج تندنسي علشان احنا عندنا البايل ده بيعمل ابزوربشن للفات، ومن ضمن الفات سوليبل فيتامينز عندنا فيتامين كي اللي بيستخدم في تصنيع الكلوتينج فاكتور. فلما بيبقى فيه ديفيشنسي في الفيتامين كي بيبقى فيه عندي ديفيشنسي في السينسز اوف كلوتينج فاكتور زي في حالات الليفر سيل فيلير، او لو كان في اوبستراكشن زي حالات الكوليستيزيس فالعيان بيجي ببليدنج تندنسي. بسأل على البادي اوريفيسز بليدنج اذا كان في بليدنج بير جم او بليدنج بير نوز او بليدنج بير انس، لو كان في ايزي بروزس على السكين، او بسأل على برضو البيتيكيال هيموراج نتيجة الثرومبوسايتوبينيا اللي ممكن تحصل مع عيان الليفرز ديو تو هيباتايتس. برضو بسأل على الاسوشيشن سجستنج ليفر سيل فيلير زي الانفلوباثي والتريمورز والهاليتوزيس والاسايتس واللور ليمب ايديما والتريمورز. بعد كده هنتنقل للجنرال كونستيتيوشنال سيمتومز، ودي عملناها باللون الاصفر عشان ما تنساهاش، تشمل الفيفر والهيديك والانوركسيا والماليز والويت لوس. يهمني في الفيفر انا عارف ان هي اي اليفيشن للبادي تمبريتشر اكتر من 38 درجه سيلزياس، which is just غالبا infectious cause but not always the fever not always present with an infection. الانوركسيا اللي هي فقدان الشهيه او an aversion to food. الماليز او الفاتيج دي سيمتوم ديسكرايبد باي بيشنت وذ ديفرنت تايبس اوف ليفر ديزيز ريجاردليس اوف ويذر ذا هيباتايتس از كوزد باي فيروس اور اكسسيف الكحول اور فات كونسامشن اور انهيريتد ديزيز. الماليز او الفاتيج ده ممكن يبقى انترميتنت او كونستانت، ممكن تبقى حاجه مايلد اور ديبيليتيتنج. الويت لوس بقى يهمني ان انا اسال هل الويت لوس ده حاجه انتشنال، كان المريض قاصد ان هو ينزل وزنه ولا نون انتشنال. يهمني اعرف انها significant or not. لو المريض فقد اكتر من 5% من body weight في خلال فترة من 6 ل 12 شهر دي معناه ان ده significant weight loss، وغالبا بتحصل مع حالات المالجنسي. ممكن يحصل weight loss في امراض تانية زي chronic inflammatory diseases او endocrinal diseases. ده example للhistory taking لعيان عنده hematemesis. The condition started 1 week ago by vomiting of blood about 2 cups in amount contains blood clots and mixed with food debris. It wasn't frothy and not preceded by cough or expectoration, but it was followed by black offensive stool. Before the onset of hematemesis, the patient gave a history of non-periodical dyspepsia, which was related to the bulk of food rather than its type and not relieved by antacids and not related to posture. But it was accompanied by a sense of heaviness and stitching pain in the left hypochondrium that increased with exertion and relieved by rest. Immediately after the attack of hematemesis, the patient was transferred to the hospital and 2 units of blood were transfused with other fluids and medication. Then upper GI endoscopy and injection of esophageal varices was done.
After control of bleeding, the patient developed abdominal enlargement of gradual onset, progressive course, and diuretics were prescribed, but there was no history of jaundice or hepatic encephalopathy. يبقى من الهيستوري اللي احنا قرينا ده عيان decompensated liver cirrhosis complicated by hematemesis and melena and splenomegaly then ascites. بعد كده هنتنقل على signs of liver disease. عامة عشان ما ننساش الاكزامينيشن بتاع العيان احنا هنقسم الاكزامينيشن لجنرال اكزامينيشن ولوكال اكزامينيشن. الجنرال اكزامينيشن يهمني ان انا اسال على الخمس نقاط دول. اول حاجه الاي بي سي دي اي دي عملناها للاختصار عشان ما ننساهاش. الاي اللي هي الابيرنس، البي اللي هي البادي بيلت، ودي بنعرفها من حاجه اسمها بادي ماس اندكس اللي بنقسم فيها الويت على مربع الطول بالمتر. بعد كده الكالر، هل العيان فيه بالور، فيه سينوزس، فيه جوندس، الديكيوبيتس يعني قاعد مرتاح في السرير لاينج فلات ولا سيمي سيتنج بوزيشن ولا لينينج فورورد، والايفالويشن اوف كونشسنس عشان في حالات الليفر سيل فيلير بيحصل معاهم هيباتيك انكفالوبثي. بعد كده ابص على الفيتال ساينز، البالس والبلاد بريشر والتمبريتشر والريسبيراتوري ريت. ثم الهيد اند نيك، بشوف لو في ويستنج للتمبوراليز ماسل، لو في ليمف نود سويلنج، وببص برضو على النيك فينز بشوفها كونجستد ولا لا. بتنقل للأبر لمب بشوف إذا كان في بالمر أريثيما أو فلابينج تريمورز أو كلابينج، واللور لمب بشوف إذا كان في إديمة أو ويستنج للمصل. وده كلاسيفيكيشن للهيباتيك انكفالوباثي اسمه ويست هيفن كرايتيريا، بنقسمها لفور جريدز. بعد كده اللوكال اكزامينيشن يشمل فور ميثودز. الانسبكشن ان انا ببص على العيان بشوف الابدومين بتاعته، الكونتور، الامبلايكال فينز، السكين، الهير ديستريبيوشن، الهيرنيا الاوريفيسز. بعمل بالبيشن بايديا عشان اشوف لو في اورجانوميجالي او لو في ماسز. بعمل برضو بيركاشن عشان اشوف الاسايتس والاورجانوميجالي، وبسمع بالسماعه عشان اشوف الانتستاينال ساوندز. يبقى احنا اتكلمنا على الاكزامينيشن الجنرال وبعدين اللوكال واخر حاجه معانا الليمف نود اكزامينيشن والبي ار اكزامينيشن. نورمالي ان الجول بلادر تبقى نوت بالبابول والليفر نوت بالبابول والسبلين نوت بالبابول، بحسهم لو في اورجانوميجالي او لو التكتشر بتاعت الاورجان اتغيرت. بعد كده بشوف في الابر لمب لو في فلابنج تريمورز، لو في وايت نيل او كلابنج اوف فينجرز، وفي اللور لمب بشوف لو في بيجمنتيشن او السرز او اديما او بروزس على السكين من البليدنج تندنسي. الصوره دي فيها الويستنج اوف تمبريلز ماسل زي ما السهم مشاور عليها. الصوره دي بتوضح لنا الذنث لازمة او الكوليسترول ديبوزيشن اللي بيحصل في الابر ايليد مع عينين البرولونج جوندس او كوليستيزيس. والصورة دي بتوضح البالمر اريثيما اللي بتحصل في العيان الليفر سيل فيلير، ودي عبارة عن ريدنس على الثينر والهايبوثينر ايمننس وسنترال بالور اوف ذا هاند. هي مش سبيسيفيك لليفر سيل فيلير بل بتحصل برضو مع عيانين تانيين، ولكنها كومن ان احنا نشوفها في عيان الليفر سيل فيلير. ودي السبايدر نيفاي، ودي منظر حاجة اسمها كابوت ميدوزا او دايليتد فينز رادييتنج فروم ذا امبلايكس، تحصل مع العيان ليفر سيل فيلير والاسايتس والبورتال هايبرتنشن. ودي منظر التنس اسايتس، ده منظر البيتنج اديما اللي بتحصل في العيان الليفر سيل فيلير. بعمل بريسنج بالفينجرز على التشين اوف ذا تيبيا، بنلاقي ان بيحصل ديبنينج. ودي صوره مجمعه للكلينيكال مانيفيستاشن اوف ليفر سيروزس، دي برضو مجمعة للأبدومنال إكزامينيشن زي ما احنا قلنا إنسبكشن بالبيشن بيركشن أسكالتيشن. يهمني إن أنا ممكن ألاقي فيه هيباتوميجالي أو ألاقي في حالات الأكيوت هيباتيتس، ممكن ألاقي بالبا والجول بلادر لو فيها نيوبلازم، برضو بشوف الإبيجاستريك إيريا لو فيها أي بالبا والماسز. بالنسبة للأبر ليفت كوادرانت بشوف لو فيه سبيلونوميجالي اللي بيحصل في حالات البورتال هايبرتنشن، وبشوف لو في تندرنس في الابدومين indicating spontaneous bacterial peritonitis في عيان liver cell failure، والrectal examination والlymph node examination. Thank you.